ونعود للمتابعة فيما يتعلق بالإشارة إلى هذا النبأ العاجل الذي أوردناه منذ قليل، حيث أفادت مراسلة القاهرة بإصابة 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق النار على موقع عسكري في محيط مستوطنة حومش الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي مع تفجير عبوة ناسفة أثناء تجمع لجنود جيش الاحتلال في محيط هذه المستوطنة. اتصالا سينضم إلينا من رام الله الدكتور رمزي عودة، وهو الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال. كانت تخشى إسرائيل من هذا التصعيد، هل تعتبر أن هذا في إطار هذا الخط الدائم فيما يتعلق بالرد على ما يدور في غزة؟ طبعا، أولا يسعد مساك وشكرا على الاستضافة. بالتأكيد ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني هذا لن يكون أو لن يلقى أذانا صامتة في الضفة الغربية. كل ما توترت الأحداث وعندما فشلت أو شعر الناس في الضفة الغربية بفشل مفاوضات الوضع الهدنة، بالتأكيد الضفة الغربية على شفا على 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 قرب لانفجار الأوضاع السياسية، الأوضاع العسكرية والأوضاع الأمنية. الطرق أصلا مغلقة في مختلف مناطق الضفة الغربية. الناس يستشعرون هنا الخطر الكبير من انتقال مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهم يدركون تماما أن مخطط التهجير القسري والقتل هو أيضا يعني يستهدف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. لذلك الناس بدأوا هنا يشعروا بالضيق، يشعروا بعدم وجود نفق أو ضوء في آخر النفق من أجل هل ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد تصاعد الأنباء حول فشل مفاوضات الهدنة في القاهرة. هذا كله أدى وسوف يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة إذا استمر القتال وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في شهر رمضان المبارك. معنى ذلك أن حملة الاعتقالات التي قادتها إسرائيل تزامنا مع ما دار في غزة تحديدا في منطقة الضفة الغربية، هل تظن أن بهذه العملية تشي بفشل ما في إدراك إسرائيل بضرورة عدم القدرة على منع مثل هذه العمليات؟ يعني بالتأكيد حملة الاعتقالات اللي منذ 7 أكتوبر حتى الآن وتناولت أو تجاوزت أكثر من 7500 أسير فلسطيني، أولا 80% منهم بدون تهم، يعني هم موجودين في الحكم اللي بسموه حكم إداري، يعني بدون أي تهمة وبدون أي خطر، فقط هم يستشعرون أنه يمكن أن يأتي من قبلهم الخطر. اثنين، أنت بتحكي عن شعب ليس عن 1000 أو 2000، الشعب الفلسطيني كله لا يرى أن هذه الحكومة، قصدي الحكومة الفاشية الإسرائيلية، قادرة على تحقيق السلام، بالعكس ويراها حكومة عدوانية، حكومة فاشية تقوم ببناء المزيد من المستوطنات. السياسات الإجرامية التي قامت فيها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أدت إلى خروج العمال من أعمالهم لأكثر من 4 أو 5 شهور، إلى تجديد الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية، الخناق المالي وقسمت الأموال. كل هذا أدى إلى توترات شديدة سواء في الأوضاع الاقتصادية، في الأوضاع المعيشية، في حرية الفلسطينيين في التنقل، وبالتالي كل فلسطيني هو بمثابة قنبلة موقوتة ضد هذا الاحتلال، لأن هذا الاحتلال لا يريد منا إلا أن نقوم بالخروج من أرضنا. يعني أصبح كل فلسطيني يدرك هذه المقولة، يدرك أن هذا الاحتلال لا يريد لا دولة فلسطينية ولا وضع اقتصادي ولا سلام، يريد إبادة الشعب الفلسطيني، حتى هو لا يعترف بالشعب. يعني آخر تصريح لبن خفير في العملية اللي صارت في بالقرب من القدس، يعني قال صراحة لما قال له صحفي، قال له الشعب، قال له لا يوجد شنو، هؤلاء سكان السلطة الوطنية الفلسطينية. فإذا بعد أكثر من 75 سنة من نضالنا هذا الاحتلال، يأتينا وزير صعلوك ويقول لنا لا يوجد شعب فلسطيني، ماذا يمكن لهذا الشعب أن يقول؟ طيب دكتور رمزي، اسمح لي بوضع هذه المقارنة، ماذا يعني لإسرائيل إذا ما اشتعلت الضفة الغربية التي كانت تخشى من هذا العنوان من قبل؟ طبعا يعني لها الكثير، يعني أنه الجبهة الحقيقية اللي ممكن أن يتم أن تكون مؤثرة على إسرائيل هي جبهة الضفة الغربية، بسبب التماس الكبير بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. المستوطنين اليهود تقريبا موجودين في كل مناطق الضفة الغربية، بالذات في القدس والجنوب، بيت لحم والخليل، وبالتالي أنه أي عمل، أي توتر للعلاقات معناه انقطاع السبل
انقطاع الطرق، معناه توترات أمنية شديدة، معناه وجود مئات الآلاف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لحماية طرق المستوطنين ولحماية المستوطنين، معناه مزيد من العمليات، خروج الأجانب من الضفة الغربية. بالتالي أنت بتتحدث عن تفجير الأوضاع، يعني الذي يحدث في الضفة الغربية وبالذات في القدس من شأنه أن يفجر كل الشرق الأوسط نظرا للحساسية الدينية سواء عند المسلمين أو عند المسيحيين في هذه المنطقة، ونظرا أيضا لكون أنه التمثيل الضفة الغربية والشعب الفلسطيني هو التمثيل الشرعية الدولية اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي إسرائيل على خلاف غزة لا تستطيع أن تقول عن منظمة التحرير أنها منظمة إرهابية وأنها منظمة كذا وكذا وكذا، ما هي وقعت اتفاقية السلام مع المنظمة في 93 وتعتبر منظمة طرف إقليمي رئيسي يعني لا يمكن تجاهله، ومع ذلك إسرائيل تحاول دائما فتح جبهة. أعتقد إنه إسرائيل تريد أن تنتهز الفرصة، وليس اعتقادي فقط، هو اعتقاد كل الشارع الفلسطيني، تريد أن يقوم مزيد من التوترات في الضفة الغربية من أجل إجلاء الفلسطينيين. البارحة أو قبله قال سموتريتش تعقيبا على عملية اللي كانت بالقرب من القدس قبل أسبوعين، بالقرب من معالي أدومية، مستوطنة معالي أدومية، قال كل عملية نقوم ببناء مستوطنة، يعني معناه أنه مزيد من التهجير ومزيد من مصادرة الأراضي ومزيد من التهديد ضد الفلسطينيين اللي فقط بدهم سلام وبدهم إقامة دولتهم المستقلة. دكتور رمزي، أنت تتحدث أن إسرائيل ترغب في عملية التصعيد، عملية تصعيد محدودة تحت السيطرة، وإذا كان كذلك لماذا قامت من قبل بعملية الاعتقالات التي طالت مدن الضفة الغربية؟ عملية الاعتقالات هي جزء من عملية التصعيد، يعني جزء من عملية الانتقام ردا على ما حدث في 7 أكتوبر. إسرائيل الإسرائيل أرغب في أن أحدد معك هذه النقاط، هي انتقاما لما دار في 7 من أكتوبر أم أنها تحسبا لعملية انفلات داخل مدن الضفة الغربية؟ أيهما وقد أقرب إلى يكون التحليل؟ يعني وقد يكون الاثنين، يعني الاثنين، إنه مسألة الانتقام مسألة واردة، لأننا نحن هنا في الضفة الغربية يعني نرى يوميا جيش الاحتلال عندما يوقفنا على الحواجز أو يقتحم بيوتنا ويقول لنا يلا يعني هذا ما فعلتموه في 7 أكتوبر، انظروا ما هي العواقب. أيضا يعني هو جزء كبير من الذين تم اعتقالهم وشباب فلسطينيين تم اعتقالهم في السابق، وبالتالي هم يتخوفون من أن يقوموا عمليات فدائية ضد المصالح اليهودية أو ضد المستوطنين، لكن يعني معظم الذين قاموا بهذه العمليات بالفترة السابقة يعني حوالي 10 عمليات، غالبيتهم لم يكونوا من المسجونين أو الأسرى السابقين، غالبيتهم لم يوجد سجل أمني لديهم في إسرائيل، وبالتالي هذا يوضح مقولتنا أنه يعني كل فلسطيني هو قنبلة موقوتة ضد الاحتلال، لا يستطيع أي فلسطيني حتى لو لم يكن لديه سجل أمني، حتى لو كان مستقل سياسي، هذا الفلسطيني يرى المحتل يقبض على أنفاسه، يرى المحتل يحرمه من رزقه، يرى المحتل يقتل أباه وأخاه ويأسر إلى آخره، وبالتالي ولا يستطيع أن يصبر. بالنسبة للإسرائيليين في اتجاهات عقلانية، وعادة الاتجاهات العقلانية موجودة عند الشباك ومؤسسة الأمال الإسرائيلية، عقلانية بالقصد اللي أقوله أنه هذه لا تريد التصعيد، هي تريد أن تنهي جبهة غزة ولا تريد أن تنتقل هذه الجبهة إلى الضفة الغربية لأنها تدرك مخاطر هذا الموضوع. لذلك الشباك الإسرائيلي رفض سياسات بن غفير اللي قاضية بعدم قدوم الفلسطينيين المصلين في شهر رمضان في شهر رمضان من الداخل، يعني هو في قيود علينا كفلسطينيين من الضفة الغربية، لكن هو فرض قيود على الفلسطينيين من الداخل، وبالتالي الشباب يعني اعتبر أن هذه السياسات تصعيدية ولا يجوز بها، ويمكن أن تشعل كل الوطن يعني كل الضفة الغربية، ونتنياهو رضخ لهذا الموضوع، خاصة الولايات المتحدة يعني أيضا لا تريد أن تتسع الجبهة للضفة الغربية. ولكن الاتجاه الحكومي اللي مسيطر عليه رأسي الحرب سموتريتش وبن كفير، نعم، لا، هم الاعتبارات أيديولوجية والاعتبارات استيطانية والاعتبارات أيضا دينية، هم يريدون فتح جبهة كاملة على الضفة الغربية، يريدون تضييق الخناق
على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من أجل يعني استمرار عمليات التهويد والاستيطان والتهجير. سأفتح هذا الموضوع في قادم محاولات الفهم. أشكرك عند هذه النقطة من رام الله الدكتور رمزي عودة، وأنت الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، شكرا على قبول دعوتنا. نتحول إلى القدس مشاهدي الكرام، نتحول عبر الهاتف مع السيد إسماعيل المسلماني الإقصائي في الشأن الإسرائيلي. سيد الفاضل، ضيفي قبل هذا اللقاء معك قال أن إسرائيل ترغب في عملية التصعيد، أين أنت من هذا؟ أسعد الله أوقاتكم. من الواضح جدا طبعا هذا يأتي في سياقين. أولا السياق الأول أن إسرائيل تحاول احتواء الموقف، بمعنى مع قدوم على سبيل المثال قبل قليل دعوت أهرنوت ووضعت للبنط العريض في الوكالة الإخبارية وقالت بشكل واضح الإرهاب بدأ من الضفة الآن. على أثر هذه العملية وصفت بأنها الخطيرة جدا جدا، لغاية الآن ارتفع العدد 4 جنود. أما في سياق، لا ننسى أن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر تعرضت الضفة المدن الفلسطينية إلى خناق شديد، يعني كاد أن أوضاع مزرية بشكل كبير جدا مع الأوضاع الاقتصادية، خناق غير مسبوق لم تشهده الضفة الغربية. ارتفاع أعداد المعتقلين وصل لأكثر من 7000. المواطن الفلسطيني الذي يريد أن ينتقل من مخيم إلى قرية إلى مدينة هو بحاجة إلى ساعات كبيرة. واحد من كما أنت ذكرت، واحد من الجهات الأخرى علقت الوزيرين من الائتلاف الحكومي وأعضاء كنيسة ماذا قالوا قبل يومين على أثر التسهيلات التي قدمها نتنياهو فيما يخص موضوع المسجد الأقصى. ماذا قالوا الاثنين؟ قالوا معا هذه التسهيلات هدية مجانية للفلسطينيين، يجب أن لا يعطى لهم أي شيء، يجب عدم إدخال أي من العمال الفلسطينيين في فترة شهر رمضان نهائيا، إن هذه التسهيلات هدية مجانية للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس. وبالتالي واضح أن هذه التصريحات وأن هذه الحكومة وما يجري من المستوطنين، نحن نتكلم عن مستوطنة حومش تقع بين جنين ونابلس، وهي من المستوطنات بالمناسبة التي تم انسحابها في عهد شارون الذي انسحب من 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية ثم عادوا في السنوات الأخيرة. وبالتالي عملية مزدوجة خطيرة جدا وصفت بأنها الأخطر منذ 7 أكتوبر، بمعنى وهنا أتوقف عند هذه الجزئية. أعود إلى بداية حديثك سيدي، أنت اقتبست مني دعوة أهرنوت التي قالت أن الإرهاب في الضفة الغربية قد بدأ، لماذا أشارت في ذلك؟ هل بررت هذا الحديث؟ وما الفارق بين هذه العملية عند مستوطنة حومش وغيرها من العمليات حتى وإن اختلف أعداد الضحايا الذين سقطوا من الجانبين؟ يعني أولا طبعا يدعوت أحرنوت هي واحدة من الوكالات الأنباء الذين يعني كل الوكالات الأنباء الإسرائيلية بالصحف أم بالوسائل الإعلامية كلها تؤكد في قضيتين. القضية الأولى الانفجار في الضفة الغربية، وهذه توصية أصلا الشباك الذي قال 80% من الإنذارات تأتي إلى المؤسسة الأمنية. لهذا نتنياهو أقر رغم أن الائتلاف كله مستوحش بالتغول للضفة الغربية وخاصة في موضوع الاستيطان وضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بالتغولات. لا ننسى منذ 7 أكتوبر مخيم تولكرم، مخيم بلاطة، مخيم جنين من أكثر 3 مخيمات تعرضت لاستنزاف طويل وبشكل مكثف وبشكل كبير جدا. التغولات التي كانت تضرب البنية التحتية وصفت بأنها نسخ ولصق ما يجري في قطاع غزة جرى في الضفة الغربية، وهذا ما كان يطلق عليه آف جالانت. لا ننسى أيضا كذلك أن الضفة الغربية أعداد الجنود والشرطة أعلى بكثير من على غلاف غزة، وهذا واحد مدعاة أصلا الجدل القائم في داخل إسرائيل حول قانون التجنيد. قالوا المؤسسات الأمنية والعسكرية نحن بحاجة إلى 7000. طبعا بطبيعة الحال المشهد في قطاع غزة يلهم الشبان الفلسطينيون للمقاومة والاستمرار، وخاصة المجازر التي وسلاح التجويع الذي يتعرض إليه قطاع غزة. بالإضافة إلى، لا ننسى أن هناك دعوات فلسطينية
للالتفات لقطاع غزة ولأوضاعهم ووقف هذا العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر. ونحن نتكلم عن 154 يوما. بطبيعة الحال الآن بدأت إعلان حالة الصفر كما ذكرت لك. يدعوت أحرنوت تقول أن الإرهاب بدأ يعني تم قبل وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تعليقا على هذه العملية قالت أن الجنود الإسرائيليين استدرجوا إلى حيث زرعت هذه العبوة الناسفة. هل بررت أو وضعت مزيد من التفاصيل حول عملية الاستدراج التي أشارت إليها؟ نعم. أولا هذه وصفت بأنها مزدوجة وفقا للتحليل والتقييم الأمني الإسرائيلي، بمعنى أنه تم إطلاق نار مخطط إليه، تم استدراجهم أي بملاحقتهم، وهنا تم ضرب العبوة الناسفة. كان في البداية الحديث عن 2 إصابات خطيرة من قبل الإسرائيليين. تم استدعاء مروحية لإجلاء المصابين، وهذا ما نشاهده الذي ينقل إلينا الآن من خلال الصور التي نقلت من خلال الهواتف المحمولة للعملية وعملية نقل الجنود إثر هذا التفجير. ولكن في ظنك ألا تعتبر أن هذه العملية، ونحن وقعنا جغرافيا أن مستوطنة حومش تقع بين جنين والضفة ونابلس في شمالية الضفة الغربية، معنى ذلك أن إسرائيل ضربت حيث حاولت أن تؤمن نفسها، تحديدا بأن جنين ونابلس من أكثر مدن الضفة الغربية التي طالتها عملية الاعتقالات؟ نعم وهذا صحيح. وأصلا جانس الذي كان وزير للدفاع في حينها أطلق عملية اسمها كافر الأمواج التي تعتبر جنين، وظاهرة عرين الأسود التي بدأت منذ عام 2021 ومرورا 22 مع هبات معركة سيف القدس ووحدة الساحات لغاية هذه اللحظة منذ عام 21، وهذه المثلث الرعب التي تصفه المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، مخيم تركايم، جنين، نابلس إلى آخره من هذه المخيمات التي تمتد. لكن لا ننسى أن إسرائيل لغاية هذه اللحظة أو الجيش لا يستطيع العبور أو الدخول لهذه المخيمات بسبب أن المقاومة ضارية في هذه المخيمات التي لا تستطيع وتعتبرها نقطة اشتباك مباشر مع المستوطنات. وهذا إن دل على شيء، لا ننسى أن 5 شهور تقريبا أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية عانوا معاناة شديدة، إضافة إلى الرواتب التي تم معاقبة الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية، أيضا الخناق الذي الملاحقات المستمرة، الاستيطان، المستوطنين الذين لم يتوقفوا نهائيا عن سرقة المزروعات وحرق المزروعات وأخذ المواشي وضرب بعرض الحائط. المستوطنين يتصرفون في الشوارع وفي المدن. ولا ننسى أن حومش تقريبا تحديدا هي من أكثر المستوطنات التي تقوم بعملية محاولات لقرية برقة، وهي تقع أصلا هذه المستوطنة على أراضي جزء من برقة وهي الأقرب إلى نابلس، أي هي تقع بالمناسبة هي تقع بين 3 مدن تلكرم، نابلس، جنين، لكن هي الأقرب إلى ما بين شمالا جنين وجنوبا إلى نابلس. بكل الأحوال هي من المستوطنات العين عليها، بمعنى سموتريش يعتبرها من المستوطنات الساخنة التي يجب أن تكون في قلب الضفة الغربية. بكل الأحوال تأتي هذه العملية رد طبيعي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وخاصة في قطاع غزة. يبدو أن الإنذار قد بدأ بالتفاعلات. جزء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي بمعنى المستوى السياسي أقصد هو يريد التحكم والسيطرة على الضفة، وقد يعتبرها البعض أن هذه فرصة للإغلاق المحكم الكامل، لأن لا نفتح موضوع شهر رمضان المبارك. يبدو أن البركان لبارود النار بدأ يقترب وينتشر. سنتابع ذلك، سنتابع ذلك سيدي. هذا الملف الذي فتحناه عاجلا اتصالا بهذه الصور التي قدمت إلينا من مستوطنة حومش وهذه العملية التي استهدفت عددا من الجنود الإسرائيليين، وأرجأنا الملف الرئيسي المرتبط بهذا النزاع الخفي بين الصين وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالفضاء السبراني عند هذه النقطة واتصالا بهذه الصور. أشكرك من القدس السيد إسماعيل المسلماني الإخصائي في الشأن الإسرائيلي تعليقا على هذه المشاهد وهذه العملية المزدوجة طبقا للتعليق الأمني الإسرائيلي. ونتحول إلى ملف العلاقات الصينية الأمريكية، وهي نافذة رئيسية كنا قد خططنا لها قبل الذهاب إلى هذه المنطقة من شمال الضفة الغربية. هذه الحدود
المرتبطة بهذا النزاع الأمريكي الصيني يشهد مزيدا من تصعيد التوتر. شبكة CNN أفادت في تقرير عرضته سابقا بأن لجنة من مجلس النواب الأمريكي أقرت مشروع قانون يمكنه من أن يؤدي إلى حظر استخدام تطبيق التيك توك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب المخاوف الأمنية من حالة التجسس يسعى المشرعون في مجلس النواب الأمريكي إلى منع الشركة الصينية وهي الشركة المالكة للتطبيق من الحصول على بيانات المستخدمين لأغراض أخرى لم تسمها. خطوة جديدة تهدد تطبيق مشاركة التسجيلات المصورة تيك توك داخل الولايات المتحدة، فبعد أشهر من المفاوضات أقرت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه فرض حظر استخدام التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية إذا تم إقراره في الكونغرس. وحال إقرار القانون ستمنح بايت دانس 165 يوماً لبيع تيك توك، وإذا لم يتم البيع بحلول ذلك التاريخ فسيكون من غير القانوني لمشغل متجر التطبيق مثل أبل وجوجل إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة. ووفقاً لشبكة CNN فإن نحو 170 مليون شخص يستخدمون تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة. المشرعون في لجنة الطاقة والتجارة أوضحوا أن هدفهم في الأساس هو منع الشركة الصينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأمريكية، وليس التخلص من تطبيق تيك توك في حد ذاته، قائلين إن مشروع القانون الجديد من شأنه التخفيف من مخاوف الأمن القومي مع حماية حقوق الأمريكيين في حرية التعبير. فشركة بايت دانس وجهت لها شريحة واسعة من السياسيين الأمريكيين أصابع الاتهام، وصفة إياها بالأداة الدعائية تستغلها الصين للتجسس وجمع بيانات مستخدم التطبيق. تلك الاتهامات نفتها منصة تيك توك مؤكدة أنه ليس لها أي علاقة بالصين، وأن جميع بيانات مستخدميها مخزنة بشكل آمن في الولايات المتحدة وأيرلندا وسنغافورة، واعتبرت أن هذا التشريع سيضر ملايين الشركات وسيدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اتصالاً سينضم إلينا من واشنطن السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي، ومن واشنطن أيضاً سينضم إلينا الباحث الصيني في معهد تشينغو للعلاقات الدولية وهو جانغ تشين. أبدأ معك سيد جانغ تشين من واشنطن، ما الذي يخيف الولايات المتحدة من سعي الصين إلى امتلاك تكنولوجيا فيما يتعلق بهذا الصدام أو هذا الصراع فيما عرف بالفضاء السبراني؟ أعتقد فيما يتصل بإمكانية الولايات المتحدة وامتلاكها لتيك توك مستقبلا أو ما تخطط له من خلال هذه الخطوات، أعتقد أن هذا التوجه من جانب الولايات المتحدة يتضمن الكثير من الأمور بما في ذلك بعض القطاعات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك الأمر يتصل تماما بمجال الأمن السيبراني. نعتقد أن هذه إحدى الطرق من جانب مكارثي التي يسعى من خلالها أن يرى أن كل التكنولوجيا التي لم تسيطر عليها الولايات المتحدة هم في سعي دائم للسيطرة على كافة أنواع التكنولوجيا المسيطرة والمتحكمة في العالم، وهذا نوعا من الأمن الوطني بالنسبة للولايات المتحدة والذي تعتبره تهديدا لأمنها الوطني والقومي، بما في ذلك بعض الأمور الأخرى التي تواجه التكنولوجيا والتي تتضمن الكثير من الجوانب السيبرانية. بالإضافة إلى هذا الأمر هناك بعض الأمور الأخرى التي تم تصنيعها في الصين التي لم تتمكن الولايات المتحدة من مراقبتها والتي تحصل عليها من جوانب أخرى حول العالم، وبالتالي فبالنسبة لأي إجراءات معادية للصين هذه روايات من جانب الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة. وأعتقد أن استخدام التيك توك والحصول على التيك توك هو فصل جديد من هذا الصراع ومن هذا التوتر، وأعتقد أن هذا ما يعتبره السيد مكارثي تهديدا للأمن الوطني الأمريكي. الأمر لا يعتبر مقنعا للكثير، ولكن هذا أمرا جدليا، وكان هناك تعزيز لهذه الأفكار ونشرا لهذه الأفكار في مجتمعات سيد جانغ
سيد جانغ، أنت تحدثت في متن حديثك بأن ما قامت به الولايات المتحدة من إجراءات قادمة غير مقنع للكثيرين، في ظنك لماذا غير مقنع؟ ومن هم الكثيرون؟ ذلك لأنه يمكن أن تنظر كيف أن الولايات المتحدة تنظر إلى برنامج التيك توك، حيث أن الكثير من المشرعين والسيناتورز الأمريكيين يطالبون بشكل كبير منصة التيك توك بالإفشاء عن كيفية الوصول إلى بيانات المستخدمين، وكانت هذه المسألة الأساسية من جانب السيناتورز الأمريكيين، والسيناتورز الأمريكيين لا يتفهمون تماما الجوانب التكنولوجية. هناك بعض السيناتورز وأعتقد أنه من أصل سنغافوري، وكان دائما التساؤل بشأن التيك توك والموظفين العاملين بالتيك توك، فبذلك يمكن أن تنظر إلى هذا الفيديو في هذه المساءلة مع السيناتورز الأمريكيين. تعتقد أن الكثيرين لا يتفهمون هذا الكم الهائل من التكنولوجيا المتعلقة بالتيك توك، ولا يستخدمون التيك توك حتى، ولا يعتقدون، هم فقط يريدون أن يبرهنون شيئا ما، وأن التيك توك يستغل البيانات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين لصالح الصين بدون أي برهان ودليل دامن. وهذا هو السؤال القادم عند هذه النقطة، أشكرك وسأعود إليك بعد حين. من واشنطن السيد دان ريني، وأنت الكاتب والباحث السياسي. الولايات المتحدة في متن هذا التعليق عن هذا التشريع القادم قالت أنها لا ترغب في أن يستخدم تطبيق التيك توك بيانات المستخدمين لأغراض أخرى، ما هي هذه الأغراض التي تخشى منها الولايات المتحدة؟ وأضيف إلى ذلك سؤال، الولايات المتحدة حاولت أن تستحوذ بالشراء على تطبيق تيك توك في فترة رئاسية أمريكية سابقة، ما الذي يشكل لها هذا التطبيق من مخاوف أمنية إلى هذا الحد؟ حسنا، في البداية هناك الكثير من المخاوف لكثير من الأسباب. أعتقد أن أهمها هو الأمن الوطني الأمريكي والبيانات التي تذهب إلى السيرفرات الخاصة بالتيك توك والتي تحتفظ بها تيك توك في مناطق التخزين. أعتقد أنك الكثير من الأجهزة الأمنية والحكومية يقرون بنفس الشيء، ولكن لابد أن نرجع خطوة إلى الوراء وننظر إلى ما يحدث فعليا في واشنطن. لا يوجد حتى الآن حظر ضد التيك توك. ما تم تناوله هو إعادة التفكير في استغلال التيك توك والحصول على ملكية برنامج التيك توك. هناك الكثير من يقولون أن هناك بعض الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في هذا الأمر، ولكن لابد أن يكون هناك تفكيرا بشأن الملكية بشكل مخالف، فبالتالي لا يوجد نظرية من جانب الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر. ربما يكون هناك استخدام للتيك توك للجميع، ولكن في حقيقة الأمر أنه لا يوجد أي حظر حتى الآن تم تناوله خلال أي مناقشة، والسبب الأساسي أن المشرعين هم فقط خائفين من أن يكون هناك حملات من جانب التيك توك لإثارة هذا الجدل وإثارة البلبلة في أوساط المجتمعات الأمريكية. سيد دان، الولايات المتحدة هي الدولة الأشهر في استخدام منصات التواصل الاجتماعي ابتداء من الفيسبوك إلى آخر ما طرأ على ساحة هذه التطبيقات، هل الولايات المتحدة تخشى في أن يفعل بها ما فعلته باستخدام هذه التطبيقات في كل مستخدميها؟ وبالتبعية تطبيق التيك توك هو التطبيق يكاد يكون الوحيد الذي خارج عن سيطرة الولايات المتحدة التكنولوجية، أين أنت من هذا؟ الأمر يتعلق وجزءا من السيطرة، ولكن في نفس الوقت هو حق الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين هو أمرا حاسما وهاما للغاية. يمكن السيطرة على ذلك، وفي حقيقة الأمر هناك الكثير من الإجراءات والمعايير الأمنية الوطنية التي لابد أن تضعها الولايات المتحدة في الاعتبار بشأن أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين. هناك كثير من المخاوف الحقيقية بشأن الأمن الوطني، وإذا كنت لدي
لديك القدرة على السيطرة على المعلومات والعقول على كثير من المواطنين، فبالتالي ربما بالطبع يكون هناك مخاوف. مرة أخرى، ليس هناك ما يحظر التيك توك حتى الآن، ولكن كل هذه مناقشات وأفكار ونظريات، ولكن لم يصدر حتى الآن مشروع للقانون. ولكن أعتقد أن هذه نقطة كبيرة ومهمة للغاية، فبالتالي من خلال تيك توك وإذا تم حظره ربما تكون هناك خطوات من جانب الكونغرس، ولكن أعتقد أن هناك لابد أن يكون هناك 50% من أصوات من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل تمرير هذا القانون. سيد جانغ تشين من واشنطن، أنت أيضا الباحث الصيني في معهد تشانغ للعلاقات الدولية. سيد الفاضل، الولايات المتحدة تخشى من تأثير ذلك التطبيق على العقلية الأمريكية، بمعنى أن عملية رصد تطور التأثير الذي أحدثه تيك توك في تغيير بعض القضايا التي كانت تروج لها الولايات المتحدة هو أحد أهم المخاوف، بخلاف ما أطلقته الولايات المتحدة تحت عنوان التجسس. أعتقد من وجهة نظري أن الولايات المتحدة كانت تفرض الكثير من ازدواجية المعايير من خلال هذه القضايا، لأنه بشكل تاريخي كانوا يدعون أنها دولة ديمقراطية وتدعم حرية التعبير، ولكن عندما يتم استخدام التويتر أو الفيسبوك هم يعززون من هذه الأفكار وينشرون هذه الأفكار ويحاولون نشر هذه الثقافة في الكثير من الدول حول العالم، هذه الدول تنتقد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تقول أن هذا أمر يتعلق بحرية التعبير، ولكن هناك ازدواجية معايير في أمر التيك توك، لأن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تستخدم المواطنين الأمريكيين التيك توك خلال الأشهر الماضية، وهناك الكثير من الفيديوهات خلال الأشهر الماضية تنتقد إسرائيل في حربها ضد غزة، فبالتالي الولايات المتحدة تعادي هذا الأمر، فبالتالي الولايات المتحدة أعتقد من وجهة نظر أن هناك ازدواجية معايير كبيرة فيما يتصل بهذه الإجراءات الخاصة بالتيك توك، وهناك الكثير من المفاهيم التي تتعلق بحرية التعبير، ربما أن يكون هناك ثقة أكبر من جانب المواطنين في تطبيق هذا المبدأ بكل شفافية، فبالتالي الأمر يمكن أن يكون أمام وزارة العدالة وأيضا الجهات المعنية من أجل الإقرار ب حرية التعبير بالشكل الملائم دون تطبيق ازدواجية معايير. ولكن الولايات المتحدة ليست واثقة بما تقوله، هم يعتقدون فيما ينشرونه فقط، فبالتالي هناك مخاوف كبيرة من أن تكون هناك بعض الأفكار البديلة ربما تنتشر داخل المجتمعات الأمريكية ويتأثر بها الشباب الأمريكيين ويتقبلون الأفكار المختلفة، فهذه ازدواجية معايير مرة أخرى كما أؤكد لحضراتكم، وهذا أمر لا يقبله المنطق. نعم سيدا، هل تعتبر ذلك ازدواجية معايير، بمعنى أن الولايات المتحدة تنطبق أو تنتقد ما تمارسه الصين وروسيا من إحداث تطبيقات خاصة مغلقة قاصرة على أهل هذه الدول، وهنا هي تبدي امتعاضا من هذه المحاولة الصينية للاستحواذ على ما قالت أنه محاولة استحواذ على الأفكار أو إدخال ما تراه غريبا على ثقافة المجتمع الأمريكي؟ هل هنا ترصد ما أطلق عليه ضيفي أيضا من واشنطن بأنه يعد من ازدواجيات المعايير؟ أنا أجد ذلك أنه أمر مثيرا للغاية أن يقول شخص ما أن هذه حرية تعبير، عندما تكون التيك توك لا يسمح باستخدامه داخل الصين بدون مراقبة تامة وكاملة لكافة المعلومات المتداولة على التيك توك ومراقبة كافة حسابات المواطنين داخل الصين من جانب الحكومة الصينية، الولايات المتحدة ومراقبتها لهذه البيانات بالطبع أمر سخيف للغاية. مرة أخرى، تيك توك ليس مسموحا ولا يطرح حرية التعبير بشكل ملائم، فبالتالي ما نتحدث عنه هنا مرة أخرى هو استخدام الملكية، كيف يمكن استغلال هذه الملكية للتيك توك. الولايات المتحدة ترحب بحرية التعبير وترحب بالانتقادات وأي نوع من النقد البناء، فبالتالي الحكومة الأمريكية تعتقد أن هذا الأمر هام بالنسبة لها من أجل
لتعزيز الإجراءات الخاصة بالشفافية وحرية التعبير. فبالتالي التيك توك وتحميله على كافة الهواتف ومن خلال هذه المزاعم للملكية وما تعتبره الولايات المتحدة من أنه تهديدا للحكومة وخصوصية المستخدمين، هذا الأمر يتصل بحرية التعبير، لأن هناك كثير من المخاوف الأمنية، حتى أن خلال الحملة الرئاسية تستخدم التيك توك، وهذه أحد الطرق الأساسية للوصول إلى المواطنين، ونحن ندعم هذا الأمر، ولكننا لا ندعم أي تهديدات للأمن الوطني. نعم سيد جان تشين، في تقييمك هل بحثتم في أسباب تطور ورواج هذا التطبيق في الولايات المتحدة والعالم بعد أن ظن الجميع بأنه سيظل قاصرا على قدرات الصين التكنولوجية؟ من وجهة نظري التيك توك هو نوع جديد من منصات التواصل الاجتماعي، وبالطبع هو يناسب الشباب ويناسب أذواقهم، يريدون أن يروا شيئا مختلفا ويرغبون في استخدام هذه المنصة اليسيرة للتعبير عن آرائهم وحياتهم، وهناك بعض المنصات المثيرة للاهتمام، فبالتالي أصبحت شعبية للغاية في أوساط الشباب في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. هناك حوالي 170 مليون مستخدم من التيك توك في الولايات المتحدة حتى الآن، فبالتالي هناك سعي دائم بين الشباب للحصول على البدائل التي تناسب حياتهم وطرقهم في التعبير، بالتالي لأن هناك استغلال من جانب المنصات الإعلامية الغربية لبيانات المستخدمين، فبالتالي هناك الكثير من الأقاويل والروايات التي تدعم هذا الرأي، أن المنصات الغربية تستغل البيانات الخاصة بالمستخدمين لأغراضها من خلال التلاعب بها أيضا. وأيضا هناك حاجة من جانب الشباب للتعبير عن أصواتهم وعن أنفسهم بالشكل الملائم واليسير، فبالتالي لأي منصة لا يمكن السيطرة عليها من جانب أي حكومة تعتبرها أنها تهديدا للأمن الوطني، ولكن منصة مثل التيك توك هي تسمح لأي شخص مثل أنا وأنت وغيرنا لاستخدامها بكل يسر وسهولة، وخاصة من جانب الشباب للتعبير عن آرائهم، فهذه هي سحر التيك توك، وبالتالي هي تسيطر على العقول، وبالتالي يستخدمها الكثير من القطاعات الشباب حول العالم، وهذا يسبب مخاوف للولايات المتحدة بسبب التغيير في الأيديولوجيات والأفكار الخاصة بالشباب، وبالتالي ربما لا ترضي هذه الأمور الحكومة الأمريكية، ولكن التيك توك عبارة عن برنامج تكنولوجي تعارضه الولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الأمور الأخرى، حيث أن الولايات المتحدة تشعر بمنافسة من جانب التكنولوجيا الخارجية مثل فرنسا وطوكيو اليابان، فبالتالي التيك توك الآن من الصين تشعر بأنه تهديدا وتنافس ضد تكنولوجياتها الخاصة، ولكن لابد أن ندعم حق الاستقلال والابتكار والإبداع، هذا أمرا شائعا للغاية حول العالم، ويمكن أن نرى ذلك ليس فقط في الصين ولكن في الكثير من الحالات، حتى أن بعض هذه الحالات من مثل حلفاء الولايات المتحدة مثل فرنسا واليابان، الأمر ليس بالجديد وظاهرة ليست جديدة، ولا أعتقد أن الأمن الوطني الأسباب المتعلقة بالأمن الوطني حقيقية. نعم سيد دان، هل تظن أن الولايات المتحدة تقدم بهذا الطرح دعاية مجانية إلى هذا التطبيق؟ المتحدة بهذا الشكل حاليا السبب لماذا يختار المواطنين التيك توك ليس فقط بسبب الدعاية، ولكن هذا قناة جديدة ومنصة جديدة. أنا أشكرك سيد جان تشين على الإجابة على هذا السؤال، ولكنني كنت أرغب في أن أتحول به إلى السيد دان ريني، هو أيضا من واشنطن معنا. كما تعلمون أن منصة التيك توك في تواجه الكثير من المشكلات، ذلك لأن المخاوف الأمريكية بشأن أمنها الوطني يتم تعزيزها ونشرها في المجتمعات الأمريكية،
وسوف تكون قريبا مباعة بشكل كبير، ربما تنتشر استخدامها في الولايات المتحدة. بالطبع أعتقد أن هذا الأمر مفهوم تماما. لماذا يمكن أن يعتقد شخصا ما أن هذا الأمر مقبول للولايات المتحدة أن يكون لها حق الوصول إلى مئات الملايين من بيانات المستخدمين هنا في الولايات المتحدة؟ الأمر لن يحدث بهذه الطريقة. لهذا نرى أن هناك دعما من كلا الحزبين من خلال طرح التشريعات اللازمة من أجل مواجهة أي تهديدات الأمن الوطني. الأمر بالنسبة لي مشوشا بعض الشيء. لماذا ربما يكون للولايات المتحدة حق الوصول والملكية إلى بعض المنصات، ولكن هذا ما تحاول السيطرة عليه من جانب الحكومة الأمريكية؟ ولهذا هناك استثمار لبعض هذه المنصات بكافة الطرق. هذا ليس حظرا حتى الآن، هذا بعض الاستثمار المخالف لمنصة التيك توك، وأيضا دعوة للتيك توك لأن تغير من سياساتها. شكرا لك من واشنطن السيد دان ريني الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر أيضا من واشنطن السيد جانغ تشين الباحث الصيني في معهد تشينغو للعلاقات الدولية. شكرا لكم وقبول الدعوة على شاشة القاهرة. تستعد الصين كذلك خلال العام الجاري تبني عدة قوانين مرتبطة بالأمن القومي بهدف حماية سيادتها من التهديدات الأمريكية. الخطوة الصينية تأتي تزامنا مع تحذيرات أطلقها مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن استعادة بيجين أو استعداد بيجين عفوا لشن هجوم سبراني ضد البنية الأساسية داخل الولايات المتحدة. فصل جديد في صراع الخفاء بين الصين والولايات المتحدة، حيث تعتزم بكين تبني عدة قوانين واسعة النطاق مرتبطة بالأمن القومي، يأتي على رأسها الأمن السيبراني بهدف حماية السيادة الصينية بحزم ضد التهديدات المحتملة من قبل الولايات المتحدة التي تستهدف الأمن القومي الصيني. رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعب الصيني تشاو ليجي أوضح أن بلاده ستسن عدة قوانين هذا العام، من ضمنها قانون الأمن السيبراني، وذلك من أجل تحديث نظام الصين وقدرتها في مجال الأمن القومي في ظل تحركات واشنطن الأخيرة التي تستهدف بكين. تعديل القوانين المرتبطة بالأمن القومي ومن ضمنها الأمن السيبراني علق عليها خبراء ومحللون، الذين أوضحوا أن تعديل القوانين مؤشر صريح على أهمية الأمن بالنسبة للصين في ظل الشد والجذب المستمر بين بكين وواشنطن في المجال السيبراني، والذي يمكن أن يؤثر على الأمن والسلم الدوليين. وقد طرحت الصين أكثر من 10 قوانين مرتبطة بالأمن القومي منذ عام 2014، تشمل قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب والاستخبارات الوطنية وأمن البيانات. الخطوة الصينية تأتي تزامناً مع تحذيرات أطلقها مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن استعداد بكين لشن هجوم سبراني ضد البنية الأساسية بالولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع مرسوم يهدف إلى تعزيز الأمن السبراني في الموانئ الأمريكية لمواجهة المخاطر الصينية المحتملة. في ظل السجال المتبادل بين الجانبين، اتهم مسؤولون أمريكيون الصين في وقت سابق بتعزيز قدراتها لتعطيل البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وهي الاتهامات التي نفتها بكين والتي قالت إنها تأتي في إطار سياسة الضغط الأمريكي عليها. الخطوة الصينية تأتي في ظل تحركات بكين لترسيخ نفسها كقوة عالمية تنافس الولايات المتحدة عبر أدوات متعددة، وفي ظل منافسة حادة بين البلدين يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت السيد هشام النطور الإخصائي في التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا. سيد الفاضل، هل تتصور أن العوض عن الحرب التقليدية والصدام المباشر بين الولايات المتحدة والصين، وإن استحال ذلك، هذا ما تخشاه الولايات المتحدة وترغب فيه الصين في أن يتحول إلى هذا الفضاء في تقييمك؟ مساء الخير عزيزي. طبعا يعني الحرب كل يوم عن يوم مفهومة عم يتغير، خاصة بأيامنا هاي.
طبعا المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عم تشهد تصاعد يوم بعد يوم، خاصة بمجال التطور التكنولوجي، واللي عم نشوفه نحن بمجال خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالتحديد. فهيدا المجال خاصة يعني فينا نقول انه شد حبل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فالصين من ناحيتها عم تجرب انه تقدم مثل تطمينات لواشنطن من ناحية الأمن او الأمن السيبراني، خاصة من ناحية تيك توك. والولايات المتحدة الأمريكية من ناحيتها بتنظر لموضوع الأمن السيبراني كأمن قومي، فهي مصرة على أنه تطبيق تيك توك أو شركة بايت دانس اللي هي مالكة لتطبيق تيك توك عم بتقوم باختراق بقاعدة بيانات المستخدمين. وهنا سؤالي وأعتذر عن حالة الاسترسال التي كنت مقدم عليها. أنا سألت هذا السؤال إلى ضيوفي من واشنطن، ولكن يبدو أن غرض الترجمة لم يوصل بشكل جيد روح هذا السؤال. سؤالي كالتالي: الولايات المتحدة تخشى من أن يفعل بها ما فعلته بالعالم بإنشائها لعدد من التطبيقات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي؟ هي تعلم أصل اللعبة؟ بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنها يعني تخشى بأن 100% تخشى بأن تكون هي الضحية هذه المرة، نظرا لنجاح تطبيق تيك توك واكتساحه لجميع الفئات العمرية والمجالات، ونظرا لأنه يحظى بشعبية كبيرة، خاصة بأن يعني تيك توك فاق النجاح، أنه كمان يعني عم نشوف أنه الكثير من الشركات باتت تتجه إلى تطبيق تيك توك للترويج للإعلانات خاصة، ونظرا لنجاحه بالحملات التسويقية الإعلانية. فهذا الشيء هدد فينا نقول أو خلى الإدارة الأمريكية أو الشركات الأمريكية خاصة تكون عندها خوف وهاجس إنه يصير فيها مثل ما هي عملت بالعالم الثاني، أو فينا نقول أو بالأحرى بالمختصر إنه هي اللي عملته بالطرف الآخر بيوم من الأيام، إنه يصير فيها هي من قبل الصين، أنه يتم جمع معلوماتها ويتم استخدامه بمحل آخر مثل ما هي عملت بالمستخدمين اللي تم استخدام معلوماتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الغرض الأصلي غرض اقتصادي أم غرض أمني كما تروج الولايات المتحدة حديثها المتكرر عن التجسس؟ 100% فينا نحن نقسم الحصيلة لناتجين. الولايات المتحدة الأمريكية عم تقسم المخاوف إلى شقين، أنه استخدام المعلومات للتجسس على المستخدمين الأمريكيين من خلال التطبيق، والشق الآخر يلي هو أول شق هو التجسس على المستخدمين من الناحية الأمنية، والشق الآخر هي لجمع البيانات لتوجيه المستخدمين بأغراض انتخابية وأغراض يعني سياسية بحتة. وهذا الشيء عم نشوفه نحن بعدة حملات انتخابية سابقة تم فيها تغيير آراء المنتخبين واللعب بعواطف المنتخبين عن طريق الحملات الانتخابية، وتم هذا الشيء سابقا بالحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس جو بايدن، وتم يعني عرض هذه القضايا وتم استخدام فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي فيها. فهذا الشيء اللي هي يعني لكن في هذه المرة على الأقل اتهمت فيها روسيا. أنا كنت أرغب في الاستمرار، ولكننا سنتجه إلى مساحة إخبارية أخرى. أنا أشكرك عند هذه النقطة من العاصمة اللبنانية بيروت السيد هشام النطور، وأنت المختص في التكنولوجيا أو التطوير التكنولوجي والسوشيال ميديا. شكرا لك سيدي إذ كنت معنا عبر الهاتف من هناك. على رأس الساعة القادمة قراءة إخبارية مفصلة على شاشة القاهرة. إلى هذا الحين وأبدا نستودعكم الله، إلى اللقاء.